في هذه الأيام القليلة التي تسبق مناسبة المولد النبوي الشريف. هلا. تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خدامين مشيوي. 20 معركة. 15 براج. كاين مداوم بسحل على الزوج مشيو. أوكي. تسارع سيدة مرزوقي رفقة العاملات لديها إلى استقبال طلبيات الزبائن من عجائن تقليدية دأبت العائلات الجزائرية على طلبها وجعلها سيدة المائدة ليلة المولد النبوي. وكاين اللي ينساو روحهم دونك لا ديرنيير مينوت دون لا ديرنيير مينوت تكون هكذاك شويه لا شارج شويه الخدمه مي اون جينيرال سي دو جور ابري افون يومين قبل المولود يبداو يواسيو لي كوموند تاعهم سورتو هي الشخشوخه هي الانتات بيان سور الشخشوخه باسكو يديروها عشاء تاع المولود مي يحبوا ثاني في القهوه يحبوا حاجه تاع الاخر معارك براج خفاف متقبه بيس هادو ما كاع يتيك يديروهم للقهوه تاع المولود جات عندها كيما راكي تشوفي نديرو يخدموهم نساء بيان سور وحاجه في الحمد لله عندي 18 سنة خدمة دركا الحمد لله ما عنديش واحد شتالي من هؤلاء النسوة يتفنن في تنويع العجائن التقليدية تزامنا والمناسبة الدينية قصد جلب أكبر عدد من الزبائن وبالأخص إرضائهم. كلش من دبوشة وغين المرأة كي تجي لعندك ولا الراجل كي يجي لعندك يشوف ديجا الهيئة تاعك يشوف الهيئة تاع ليبي عندك المكان وين تخدميتو عنده خلاص يولي عنده ثقة تعاملوا معنا من مدة طويلة جدا دونك على بالهم راهم كيما يقول لك نروحوا هانيين خدموا المدى البعيد اون بلوس حنايا حنا الصنعة تاعنا نخدموها كل جور سازيغ ما نستناوش غير الموسم باش نديروا شخشوخة ولا نستناو الموسم باش نديروا محاجب ولا أكلة تقليدية على طاولة العشاء في ذكرى المولد النبوي الشريف عادة جزائرية توارثتها العائلات بين الأجيال وهي الفرصة التي وجدها أصحاب الحرف كصنعة تكسبهم قوت يومهم.